احكي يلا. أضع حلم ولا بجد؟ تخافيش تخافيش يا عمو تخافيش. أضع حلم ولا بجد؟ على العرب وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى بحثوا فينا وبسموا داش الشيء وعلى العرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. فعن قريب يدبر الليل ويبزغ الفجر ويقبل النهار وتطلع الشمس وتقوم دولة العدل وتشرق الأرض بنور ربها، فالله هو مالك الملك، ويلقننا أن نردد ونكرر: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل أنت أيها القارئ للقرآن التالي للذكر الحكيم، قل هذا القول: قل اللهم مالك الملك. قل هذا القول أثناء غروب الشمس وأثناء طلوعها، أثناء إدبار الليل وأثناء إقباله. قل ذلك وستجد إيقاعه عذبا في قلبك وأثره عميقا في نفسك. قل اللهم مالك الملك، أنت إلهي المتصرف بالملك وحدك، فأنت وحدك تؤتي الملك من تشاء، وأنت وحدك تنزع الملك ممن تشاء. والدليل على ذلك أنك تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ فأنت إلهي الذي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، فمن يولج الليل في النهار ومن يولج النهار في الليل هو من يزيل ليل الظلم وظلمة الباطل، وهو من يأتي بنهار الحق ونور العدل. وإذا ضعف الحق ونوره عند أهله أدخل الله عليهم ليل الظلم من جديد ليستكينوا إلى ربهم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ فليل الظلم يستكين فيه المؤمنون لربهم ويخبتون له ويوقنون أن الله هو وحده من يزيل ليل الظلم ويصحح لديهم المسار. قل اللهم مالك الملك، قله أيها المؤمن بلسانك ليتقرر في جنانك. قل ذلك أثناء طلوع سلطان الشمس بيوم جديد وملك جديد تؤتي الملك من تشاء، وكرر القول أثناء غروب الشمس، أثناء ما ينزع الله سلطان الشمس ويذهب سطوتها وقوتها وحرارتها وتنزع الملك ممن تشاء، ويؤتي الله الليل سلطانا ببرودته وبردته وظلمته وعتمته. وهذا المعنى اللطيف كرر القرآن الإشارة إليه في آية أخرى، قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. قال في الآية الأولى: لينصرنه الله، ثم دلل على قدرته على النصر فقال في الآية التي تليها: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. فبعد أن يدخل ليل الظلم على نهار العدل يدخل الله نهار العدل ويتغلب على ليل الظلم.
ولكن قبل أن يظهر نهار الحق ونوره يظهر قبله فجر كاذب. قبل ظهور الفجر الصادق يظهر فجر كاذب ليستيقظ النائم وليتسحر الصائم وليرجع القائم. وكذا قبل ظهور فجر خلافة على منهاج النبوة على يد المهدي الصادق، قبل ظهور فجر خلافة على منهاج النبوة على يد المهدي الصادق ظهر القحطاني صاحب جهيمان على سيرة المهدي، فكان بمنزلة الفجر الكاذب، اختلطت ظلمته بنور، والتبس فجره بغبش، وحقه بباطل، واشتبه أمره على الناس، فأحدثوا فتنة. لكن استيقظ بذلك الفجر الكاذب قوم آخرون، وبدأوا يترقبون طلوع فجر المهدي الصادق الذي يبدد الظلام ويطارد الليل على رؤوس الجبال، فجر يسبح فيه الطير، يتنفس فيه الصبح، وتصرخ فيه مآذن الكون: ألا إن الحق في آل محمد. فجر يكون قرآنه مشهودا وإمامه محمودا، فجر من استيقظ فيه وصلى في جماعة أنصار الإمام المهدي كان في ذمة الله، فجر المهدي من غدا إليه غدا براية الإيمان ولم تزل الراية بيده، فجر المهدي تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، فجر من مشى في بدايته فيا بشراه بالنور التام يوم القيامة، فجر نافلة العمل فيه خير من الدنيا وما فيها، فجر من أدركه سهل عليه حضور كل فجر بعده، ولعله يدرك صلاة فجر يصف فيه قدمه مع قدم سيدنا عيسى عليه السلام خلف الإمام المهدي ببيت المقدس. أراك تنظر في الآفاق منتظرا وعد الشروق وفي عينيك مغربه، قل للهموم التي أبقتك منكسرا إن طال ليل الأسى فالصبح يعقبه، عما قريب يعود الحق منتصرا ويكتب الله أمرا كنت ترقبه. نعم، إنه مع عظيم فضل هذا الفجر وجزيل أجره، إلا أنه ما أثقله من فجر على المنافقين، ولو يعلمون ما فيه لأتوا المهدي ولو حبوا على الثلج، لكن عقدت الشياطين على أقفيتهم عقدا ونفثت فيها: عليكم ليل طويل ودهر طويل فارقدوا، وبالت الشياطين في آذانهم فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا. أليس الصبح بقريب؟ سيأتي الحلم في مشكاة فجر، وعند الصبح تبتسم الأماني، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.